إشكالية النقل المدرسي بالعالم القروي. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. رغم المجهودات سيد الوزير المحترم، رغم المجهودات المبذوله من طرف جمعيات المجتمع المدني في حل اشكاليه النقل المدرسي بالعالم القروي، لا زلنا نرى خصاصا. سؤالي السيد الوزير، ما هي الاجراءات والتدابير التي اتخذتموها في شان هذا الموضوع؟ وشكرا. شكرا سيد النائبه. تفضل السيد الوزير عندكم جواب حول النقل المدرسي. سيد النائبه المحترمه، قامت الوزارة بواحد المجهود كبير فيما يخص النقل المدرسي خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2015. ارتفع عدد التلاميذ والتلميذات المستفيدين من النقل المدرسي من 2800 مستفيدة ومستفيد إلى ما ينازيز 90,000 مستفيدة، وبلغ عدد الحافلات في الموسم الدراسي الحالي أزيد من 1249 حافلة، نقلت أزيد من 29,750 تلميذ وتلميذة، وزد عليها الدراجات الهوائية هي اللي هذا الرقم يعطيتكم، وطبيعة الحال الميزانية مرتفعة. ولكن احنا كان ماجين في المجهود ديالنا، لان كتشوفوا هذا الارتفاع اللي هو مهم جدا، وكذلك كاين احلى حلول اخرى اللي هما الداخليات من طبيعه الحال، والمدارس الجماعاتيه اللي هي كتمكن كذلك باش في المستقبل تحل واحد طرف من هذا المشكل. ولكن كتعرفوا كلكم بان التشتت في العالم القروي هو مشكل كبير، واللي طبيعه الحال كيخصو امكانيات باهظه. والان خصنا نقولوا بان كاين جهات اخرى اللي كتساهمنا، وبالخصوص المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمحسنين. وشكرا لكم. شكرا السيد الوزير. تفضل السيده النائبه المحترمه. السيد الوزير، السيد الوزير، انا سؤالي كان طبعا احنا كنعرفوا الان كاين واحد العدد ومجموعه كبيره ديال الاعداديات في الجامعات القرويه. النقل المدرسي الدعم ديال هذه الحافلات السيد الوزير، وحنا كنعرفوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه منحات واحد العدد ديال الحافلات، ولكن المشكل الاساسي هو في الدعم، يعني في تدبير هذا النقل المدرسي. النقل المدرسي كيحتاج البنزين، كيحتاج الصيانه، كيف ما كنعرفوا كاين الان التلاميذ في الدواوير كيدفعوا واحد 50 درهم للسائق، ولكن كاين الدعم ديال التربيه الوطنيه كيتعطى لبعض الجمعيات، ما عرفتش كيفاش كيتم التوزيع ديالها، لان حنا توصلنا بواحد العدد ديال الشكايات، كاين اللي كيتوصل وكاين ما كيتوصلش. وهنا السيد الوزير حنا كنطلبوا منكم في اطار المقاربه التشاركيه مع العدد المؤسسات، منها الوزارات المعنيه كالداخليه كوزاره النقل كذلك، والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ويكون هناك تنسيق بيناتكم انه باش تعاونوا، لان كاين عاود كذلك كيحطوا الملفات ديال المنح، كاين بعض الجماعات كتمنح كاين بعض الجماعات ما كتمنحش، وحنا لما كيوقف كتوقف هذه الحافله هنا كنسببوا في الهدر المدرسي واللي كنبغيو حنا نحاربوه اليوم، ولا سيما في الفئه ديال الفتيات. السيد الوزير حنا كنطلبوا انكم باش تعاودوا النظر في هذه القضيه هذه، او لا تعملوا بحث او تشوف كيفاش كيتم التوزيع ديال الدعم. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. عندكم شي تعقيب السيد الوزير؟ السيد الوزير عندكم واحد 30 ثانيه. نعم، شكرا السيده النائبه. مع الاسف هذا الشيء ما وضعتيش في السؤال ديالك، إلا كنتي وعطيتي هذا السؤال هذا كنت نجاوب عليه بطبيعة العاب ونجيب تدقيق وكل شيء، ولكن ما كاين مشكل، حنا شفافية تامة، وبطبيعة الحال إلا كانت هناك تفايتات وأشياء اللي هي غير مشروعة قانونية غادي نبحثوا فيها. شكرا السيد الوزير.